سعداء أن اتحاد الإمارات لألعاب القوى يبدأ أجندة عام زايد طيب الله ثراه بحدث قوي، حدث من العيار الثقيل كماراثون دبي. اليوم التواجد الفني عالي جدا، تواجد الاتحادات الدولية متواجد بشكل كبير جدا عندنا. التنظيم احنا طبعا جهزنا الأمور من فترة طويلة، الأمور الدعم اللوجستي، دعم الحكومي، دعم مجلس دبي، رعاية الحدث من سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان، كل الأمور هذه يجعل الحدث أن يكون في حالة رياحية، في حالة ارتياح كبير جدا. أصحاب الهمم راح يحاولون تحطيم رقم العالم، أفضل اللاعبين في العالم موجودين طبعا، أيضا بدر من منتخب الإمارات موجود معهم، نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق، ويعتبر أكبر عدد من أصحاب الهمم في تاريخ ماراثون دبي من المشاركات هو هذا العام 18 لاعب راح يحاولون 42 كيلو و195 متر أي مسافة السباق بالكامل.